ونحن ننظر الآن إلى الواقع فنرى بأن هنالك ترهلا فيما يتعلق بهذه القيم وهذه الأخلاق. كن واقعيين، نحن بأنفسنا الآن من فئة الشباب من لا ينظر أصلا إلى هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه العادات وهذه التقاليد على أنها شيء، وإنما ينظر إليها على أنها جزء من الماضي العتيق الذي ينبغي أن ينبذ ويترك ويتحرر منه. هذه فئة من الشباب الذين اغتروا بالتقدم والمدنية الحديثة وظنوا بأن الأمر يتطلب منهم أن ينطلقوا فيها من غير قيد. وهنالك فئة من الشباب تجهل بكثير أو كثيرا من هذه القيم والأخلاقيات بسبب إهمال الآباء والأجداد والقائمين عليهم تربيتهم عليها وتثقيفهم بها، فنشأوا نشأة وهم لا يعرفون كثيرا من هذه القيم والأخلاقيات فأصبحوا جاهلين بها، وكما يقال الإنسان عدو ما جهل. لذلك لا تعجب حينما يعني تجد شابا لا يعرف كيف يتصرف إذا ما كان في مجلس، أو كيف يكرم ضيفا إذا ما قدم ضيف عليه، أو حتى واحد في العشرين ما يعرف يغنم، ولا ما يعرف يمسك الفنجان، ولا ما يعرف يحاي الناس لما حد يقبل عليه، أو ما يعرف يعني كيفية التفاهم مع شرائح الناس من كبير وصغير وامرأة وطفل وشخص بسيط، فيعامل الناس كلهم معاملة واحدة. هذه أصبحت أمورا ليست مستغربة، والسبب تقصير الآباء والقائمين على التربية والتوجيه في مثل هذه الأمور. وهنالك فئة تحمل فكرا أخطر، وهي أنهم للأسف يعني التنكر لهذه القيم لم يكن منهم بأنفسهم، بل سبقهم آباؤهم. ونحن نخاطب بهذا فئة المخضرمين الذين نشأوا أو أدركوا شيئا من الماضي وعاشوا أكثر أعمارهم في هذا العهد الجديد. هذه الفئة لربما تنكرت بنفسها لتلك القيم والأخلاقيات وورثت هذا الأمر لأبنائها، فهو ليس جاهلا بالقيم، الولد الشاب ليس جاهلا بالقيم فقط وليس غير مهتم بها، بل هو قد ربي على التنكر لها والنيل منها ونبذها بأشنع الصفات والنظر إليها على أنها شؤم ينبغي أن يتخلص منه. هذه أحوال قائمة يا إخواني، وبسببها تحصل مثل هذه الإشكاليات التي نراها. طيب، ما دامت هذه الحال حال منذرة بضرورة الاهتمام، ما الذي ينبغي لنا أن نفهمه وما الذي ينبغي لنا أن نعمله حتى نحافظ على ما حافظ عليه آباؤنا وأجدادنا، حتى نوصل هذه الأخلاق وهذه القيم إلى من يأتي بعدنا؟ نحن مسؤولون عن هذه الهوية، إذا قصرنا فيها نحن فالأمر في كل يوم يسوء، وإذا لم نتحرك وننقل هذه القيم ونحافظ على هذه الهوية ونربي عليها أبناءنا
فإن الأمر ينذر بانطماس هذه الأخلاق وذهاب هذه الهوية. فأي فكر من الأفكار ليس له مدافع ولا منافح ولا مكافح ولا مناضل عنه هو فكر منهار بلا شك. ونحن لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا، حتى تبقى عمان تبقى شامخة بأخلاقها، شامخة بهويتها، شامخة بمبادئها، شامخة بقيمها، شامخة بأبنائها الذين يعرفون قدرها. ماذا نصنع؟ لننظر كيف صنع الأولون حتى حافظوا على هذه الأخلاق أجيالا متعاقبة، ماذا فعلوا؟ فنترسم خطاهم ونهتم بمثل هذه الأمور. أول أمر، نحن نحتاج جميعا الآباء والأبناء والشباب، حتى الشباب تراكم مسؤولين، الشباب نحن نخاطب الشباب الآن لأنهم في مقام المسؤولية، ما ترجوا شيء من آبائكم وإخوانكم الكبار ولا معلميكم الآن، أنتم بأنفسكم فئة عاقلة راشدة تفهم وتعي وتعرف هذه الحقائق وهي مطالبة بأن تلتزم بها. نحن لا نريد أن نصل إلى وقت نكون فيه بلا هوية، لا نريد أن نصل إلى وقت نكون فيه بلا هوية. كم نرى من شعوب انطمست هويتها في كل شيء، في اللباس وفي الكلام وفي اللغة وفي العادات من باب أولى وفي الأخلاق، كم من الشعوب أصبحت لا تحافظ على هذه الأمور. فتلك ليست في الحقيقة في سعادة أو في هناء بسبب ذلك، بل هي في تعاسة، لأن الشخص الذي يتنكر لذاته يفقد ذاته ولا يمكن أن يصل إلى ما طلبه من غيره. الشخص المتفرنق مثلا الذي يحب أن يظهر بمظهر الغرب، لا هو يصبح واحدا من الغرب ولا هو يحافظ على ذاته، فيكون حاله كمثل تلك القصة التي حكاها بعض الكتاب الساخرين، يعني حينما يقول بأن غرابا طار مرة فأعجبه لون الحمام، قال أنه أسود اللون والحمام ريشها أبيض ناعم، فأحب أن يظهر بمظهر الحمام فغير لون ريشه، فتغير من الأبيض من الأسود إلى الأبيض وطار في سرب الحمام، ثم وقعت الحمام على ربوة من الروابي فهدلت الحمام، صوت الحمام يسمى هديل، قال يسوي مثله فنعق، لما نعق الغراب سألته الحمام أنت ماذا؟ قال أنا حمامة، قالوا أبدا أنت لست حمامة أنت غراب، الحمام تهدل وأنت تنعق، فإنهالت عليه ضربا إلى أن هرب من ذلك السر، فقال أعود إلى أصحابي إلى الغربان، ما شحيلة إلا أن أعود إلى فئتي. فلما عاد إلى الغربان فرأوا لون ريشه مختلفا عن لون ريشهم، قالوا هذا حمامة ليس غرابا، قال أنا غراب ونعق، حتى يصدقوا، قالوا أبدا هذا تمثيل، الغراب لونه أسود وأنت لونك أبيض، فطردوه من سربهم. فلا هو بالمحافظة على هويته على ذاته، ولا هو أيضا بما أراد. هكذا نحن لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا الحد، ولذلك نقول لابد أن ننتبه.